السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم. نتجادل ونختلف كما جرت العادة في مبادرة مناظرة، ولا يفسد الاختلاف الود قضية داخل هذا الفضاء العربي الذي يتيح الفرصة للشباب للتعبير بكل حرية وديمقراطية عن آرائهم حول القضايا الجدلية. خاضوا غمار البحر بزوارق مطاطية وقوارب صيد تحولت إلى قوارب موت في أكبر موجة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية، وازداد الاهتمام بهم حيناً وخف حيناً آخر، وتباينت سياسات الحكومات وتصرفات الشعوب تجاههم بين احتضان وتخوف وحذر، واختلفت سياسات الدول المضيفة باختلاف أهداف كل دولة، فأضحوا أرضية خصبة للتلاعبات السياسية العربية الإقليمية والدولية، يستعملون كوقود لخطاب التضامن لدى البعض وخطاب الأمن والأفضلية الوطنية لدى البعض الآخر. ثم جاءت تفجيرات باريس هذا الأسبوع لتضع مستقبلهم على المحك ورهينة ما ستسفر عنه السياسات الدولية الجديدة بحقهم. قيل الكثير عن اللاجئين ولم يعد اليوم مهماً عددهم ولا تمركزهم. الأهم هو هل سيطول أمد تواجدهم في بلاد المهجر، وهل سيعودون يوماً إلى ديارهم وستنتهي أزمتهم بسقوط نظام الأسد؟ إنه موضوع مناظرتنا لهذا اليوم الذي نسعد فيه باستضافة كل من الدكتور وائل العجي المتحدث باسم الشبكة السورية لحقوق الإنسان. حياك الله دكتور، وشكراً لكم لقبول الدعوة. كما نرحب أيضاً بالأستاذ عبد المسيح الشامي الإعلامي والباحث السوري. يشارك ضيفانا النقاش كل من عمر عزيز من الجزائر، عمر طالب يدرس العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية في ماليزيا. أهلاً بك إذن عمر. وأماني حسن من السودان، وأماني طبيبة وناشطة في المجال التطوعي الإنساني. أرحب طبعاً بأماني وعمر الفائزين بمسابقتنا التي تم تنظيمها على صفحتنا الإلكترونية. طبعاً هنيئاً لهما الفوز، وشكراً لجميع المشاركين في هذه المسابقة. قبل التصويت أدعوكم الآن، أو عفواً قبل البدء أدعوكم للتصويت على الأطروحة وأطروحة هذا العدد. تقول: إسقاط نظام الأسد سينهي أزمة اللاجئين. أكرر: إسقاط نظام الأسد سينهي أزمة اللاجئين. إن كنت مؤيداً لهذه الأطروحة وتريد الإجابة بنعم، الرجاء الضغط على الزر رقم 1. وإن كنت تعارض هذه الأطروحة وتريد الإجابة بلا، الرجاء الضغط على الزر رقم 2. أدعوكم الآن للبدء بالتصويت، تفضلوا. إذن في انتظار النتيجة نذكر أيضاً أنه بإمكانكم المشاركة عن طريق إرسال أسئلتكم وتعليقاتكم عبر صفحتنا الإلكترونية وحساباتنا على تويتر وفيسبوك هاشتاغ DD19@مناظرة. إذن نحن باستقبال أي استفسار أو تعليق عبر حساباتنا على تويتر وفيسبوك. إذن تظهر النتيجة الآن على الشاشة، والنتيجة تقول 63% يرى بأن إسقاط نظام الأسد سوف ينهي أزمة اللاجئين، بينما 37% يرى بأن إسقاط نظام الأسد لن ينهي أزمة اللاجئين. هل ستبقى هذه النتيجة على حالها؟ من الفريقين سوف يتمكن من استمالة آراء الجمهور في ختام نقاشنا لهذا اليوم؟ سنرى. نبدأ الآن أعزائي بالاستماع إلى وجهة النظر المؤيدة للأطروحة، والتي يلخصها الدكتور وائل العجي في 99 ثانية. تفضل دكتور وائل، إليك المنبر. شكرا.
للنظام الأسدي تاريخ طويل في توظيف واستعمال الطائفية السياسية والإرهاب لتحقيق أهدافه. يتضمن هذا استعمال وتوظيف المنظمات الإرهابية كالقاعدة وحزب الله وحالياً داعش. أدى الصراع الدائر في سوريا إلى تهجير حوالي ثلثي الشعب السوري بسبب الممارسات الوحشية للنظام الأسدي. تتضمن هذه الممارسات استعمال المجازر الطائفية المنظمة بشكل منهجي واستعمال الصواريخ البالستية والأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة ضد المدنيين. تدل الإحصائيات على أن الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين تحمل المسؤولية لنظام الأسد، وأن غالبية اللاجئين لا ترى إمكانية لعودتها إلى سوريا ما دام نظام الأسد موجوداً في السلطة. وبالتالي فإن إسقاط نظام الأسد يجب أن يشكل حجر الأساس في أي خطة تهدف لاحتواء وحل أزمة اللاجئين السوريين، باختصار لأن النظام الأسدي هو سبب الأزمة الرئيسي وهو العامل الرئيسي الذي يسهم باستمرارها. من جهة أخرى، فإن نسبة هامة من اللاجئين هي من مؤيدي الأسد في الحقيقة، الذين فقدوا الأمل في قدرته على حسم الصراع عسكريا، وأدركوا أنه إنما يستعملهم كوقود للحفاظ على أسرته وأقربائه في السلطة وامتيازاتهم. أي أن نظام الأسد باختصار قد أصبح عبئا على مؤيديه وعلى داعميه الدوليين، وبالتالي فإن هناك مصلحة حقيقية لجميع الأطراف لإسقاط نظام الأسد والانتقال إلى نظام ديمقراطي. شكراً حقيقي. جزيلاً لك. إذن الكلمة الآن للأستاذ عبد المسيح الشامي أيضاً لتلخيص وجهة نظره المعارضة للأطروحة في 99 ثانية. مساء الخير. إذا كان السؤال المطروح هو هل إسقاط نظام الأسد سوف ينهي أزمة اللاجئين السوريين وأزمة الحريات وأزمة الديمقراطية في سوريا، يصبح السؤال البديهي بهذه الحالة هل إسقاط النظام الليبي والنظام العراقي والنظام اليمني والنظام الصومالي هل أنهى هذا العمل الذي جرى على الدبابات الأمريكية؟ هل أنهى مشكلة اللاجئين الليبيين والعراقيين واليمنيين؟ وهل أنهى مشكلة الحريات والديمقراطية في هذه البلدان؟ أعتقد عندما نريد أن نتكلم عن أزمة الديمقراطية، عن أزمة اللجوء، عن أزمة الحريات في أي بلد في العالم، يجب أن ننطلق أساساً من الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة. وإذا كنا نتكلم عن سوريا في حديثنا هنا، يجب أن ننطلق من المقارنة التالية، المقارنة بين حكم بشار الأسد قبل وبعد ما يسمى اليوم بالثورة المزعومة. قبل الثورة كان هنالك شعب يعيش بسلام، لا يوجد أي تهجير، لا يوجد أي لجوء في أي بلد من العالم لأي إنسان سوري، إضافة إلى أن هنالك مراكز أبحاث كمثلا مركز أبحاث سارش الإنجليزي الذي أدلى أو أعطى دراسة عن المجتمع السوري في 18/5/2010 يقول فيها بالحرف الواحد أن المرأة السورية تعيش بمستوى من الدلال أفضل بكثير من كل نساء منطقة الشرق الأوسط. ونحن نعلم أن موضوع أو فكرة إذن انتهى الوقت أستاذ عبد المسيح، شكرا جزيلا لك. إذن نبدأ الآن بالنقاش، وأبدأ معك عمر. أنت تعتبر بأن نظام الأسد هو المسؤول عن أزمة اللاجئين، لماذا ونظام الأسد هو أسبق من هذه الأزمة التي تزامنت مع حرب تعددت أطرافها، فلماذا إذن يتحمل هو المسؤولية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية قبل أن أجيب على لسؤالك سيدتي، أريد أن أرحب بالجمهور الكريم، وإن لهذه المناظرة لطعم خاص كونها تقام في تونس، أرض الثورة والحرية التي كسرت أغلالها وقيودها، أغلال ما زالت تكبل سوريا وتكبل سوريا وستكسر قريبا بعد سقوط النظام إن شاء الله وعودة اللاجئين إلى وطنهم. وعودة إلى سؤالك سيدتي، نحن نؤكد ونؤمن أن سبب الأزمة هو بشار الأسد ونظامه. لماذا؟ لأن الأنظمة تقيم عند الأزمات ومدى مجاراتها وتعاملها معها.
ألم يفشل النظام في التعاطي مع الأزمة مما أجج الصراع ودمر الممتلكات وأزهق الأرواح؟ لسبب واحد وهو تمسكه بالحكم. كلنا نعرف أن المظاهرات بداية قامت مظاهرات سلمية في إدلب، ولكن طريقة تعامل النظام مع هذه المظاهرات هو ما أوصل سوريا إلى ما هي عليه اليوم. نعم، إذا أماني أنتم أيضا تعتبرون بأن نظام الأسد غير مسؤول عن أزمة اللاجئين، ولكن لماذا لا نسمع أي تصريح لبشار الأسد إزاء أزمة اللاجئين؟ لم يكن هنالك أي خطاب له بهذا الخصوص، خاصة ما بعد صورة إيلان التي هزت العالم. أولا السلام عليكم، وثانيا النظام السوري هو غير مسؤول تماما. أود التأكيد على أن النظام السوري غير مسؤول من أزمة اللاجئين السوريين، إذ أن النظام السوري حكم سوريا ما يقرب من 40 عاما، ولم نسمع بأشخاص يهجروا أو يقتلوا بهذا الكم الهائل. وأن النظام السوري، هل تعلمين أن نسبة الأمية في سوريا وصلت حتى 5% ونسبة البطالة حتى 8%؟ الإنسان السوري كان يعيش في حالة من الاستقرار الأمني والاقتصادي، فإذا هناك مستحدث دخل على هذه الساحة غير شكل النزاع وحول النزاع السوري أو حول الثورة السورية إلى ثورة مسلحة لقتل وتشريد السوريين. النظام السوري عزيزتي قام بالكثير من أجل اللاجئين السوريين، إيواء اللاجئين السوريين في المناطق التي تقع تحت سلطة بشار الأسد، توفير المعونات لهم المادية والأكل والشرب وغيرها، وتوفير فرص العمل لهم والمساكن. فأنا أرى أن النظام السوري فعل ما يمكن فعله خلال هذه الأزمة، وما يمكن فعله بعد مرور 5 أعوام من أزمة طاحنة. نعم، إذن تفضل عمر. أعتقد أننا أتعجب من طرح هذه الحجة، ولكي أجيب على تساؤلها، أظن أن لو لم يسقط نظام الدكتاتوري هنا في تونس لما كان لنا الحق الآن في إقامة مناظرة مثل هذا النوع، مناظرة يكون لها صوت للشباب، وتكون الحرية وتكون الشفافية. نعم، والديمقراطية. إذن في التعاطي معها. فكرتك واضحة عمر، أنتقل إليك دكتور وائل بالحديث الآن. ما بعد هجمات باريس تغيرت المواقف الدولية التي كانت تطالب بإسقاط نظام بشار الأسد، وصار هو يشترط ماذا، يعني كيف يسير المسار السياسي؟ كان له بالأمس تصريح قال بأنه لن يتم هنالك أي عملية سياسية دون محاربة الإرهاب، يعني تحول هنا هو من المدان إلى صاحب الاشتراط، فكيف تعلق على ذلك؟ وكيف يمكن لذلك أن يؤثر الآن في واقع أزمة اللاجئين السوريين؟ طبعا بلا شك ما حدث في باريس سيكون له تداعيات خطيرة جدا على مجمل القضية السورية، بما في ذلك مسار الحل السياسي وقضية اللاجئين. فيما يخص بشار الأسد، هو لا يؤمن أصلا بالحل السياسي، هو منذ اليوم الأول اعتبر أن ما حدث في درعا عندما خرج أطفال درعا في مظاهراتهم، اعتبر أنها مؤامرة سلفية متطرفة إرهابية عالمية، واتهم الشعب السوري بالتطرف وبأنه غير مؤهل للعملية الديمقراطية. هو لا يعترف أبدا بوجود معارضة سورية، يعتبر أن كل من يعارضه هو متطرف وإرهابي ويستحق القتل. معنا في القاعة هنا الدكتور عبد الله، وهو من 30 سنة خارج سوريا بسبب معارضته لنظام الأسد. هل كل من يعارضه هو متطرف أنه لم يكن هذا كلام؟ هذا كلام غير منطقي أبدا. وما تفضل به عن قضية أطفال درعا، أعتقد أن هناك آلاف الوثائق التي تثبت اليوم بأن السلاح كان بالجامع العمري قبل شهور من اندلاع ما يسمى أنه بثورة الأطفال بدرعا. ونحن نعلم أريد أن أعرف أنا ما هو مدى الديمقراطية التي يؤمن بها من يحمل السلاح، من يحمل السكين والسيف لذبح كل من هو مختلف عنه، إن كان سياسيا أو عقائديا أو طائفيا أو مذهبيا إلى ما هنالك. من يريد أن يطالب بالديمقراطية يريد أن يرينا مثال للديمقراطية بالمناطق التي يسيطر عليها. يقولون اليوم أنهم يسيطرون على 70% من مناطق سوريا. طبعا هم يسيطرون على مناطق بسوريا تحوي لا يزيد عن 7% من عدد سكان سوريا، ولكن نحن نرى ونعرف تماما
تماما ان البشر الذين يعيشون في هذه المنطقه لا طيب لا يدخرون طريقه للخروج واضحة من هذا الاتون. استاذ عبد المسيح، ولكن انتقل الى جزئيه تتعلق، لحظه شوي عمر، دكتور وائل، انتقل الى جزئيه تتعلق الان في الارهاب. الا ترى الان بانه تنظيم داعش ساهم ايضا في زياده موجه اللجوء؟ الا ترى بان داعش الان هو المسؤول الرئيسي عن هذه الكارثه الانسانيه؟ تدل الإحصائيات على أن الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين يضعون المسؤولية على نظام بشار الأسد قبل داعش. طبعاً داعش متورطة في هذا الموضوع وهي مسؤولة عن جزء من المأساة، لكن الإحصائيات تدل على أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق بشار الأسد لاستعماله الأسلحة المحرمة دولياً، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الصواريخ الباليستية. هذه من جهة. نعم. من جهة أخرى فإن ما يذكره الأخ عبد المسيح يعني خطاب متهافت تماما. لا يوجد فرصة، البلد في حالة حرب أهلية، يشنها نظام متوحش ظالم. لا يوجد لدى المعارضة الفرصة لإقامة نموذج حكم يكون مثالا في المناطق التي تسيطر عليها. هذا يعني امر معروف. ثم انت تتكلم عن وثائق، يا حبذا لو كان في عندك هذه الوثائق لنراها. انا اريد ان ارى وثائق التي تثبت بان المعارضه هي كل اللاجئين السوريين. سأستمع إليك عمر، ولكن تحدثت عن وثائق، نريد ان نعرف هذه الوثائق. هنا يعني لا يمكن يعني اليوم عرض الوثائق كلها هنا، ولكن هناك انا اعطيك انا لدي الوثائق الكثيره والشهادات التي سمعتها من أناس كانوا على هذه القضية بشكل مباشر، أن المخابرات إقليمية، لا أريد أن أدخل اليوم باللعبة الأمنية، مخابرات إقليمية لدول مجاورة في سوريا من الجنوب السوري، يعني حتى نكون واضحين، هم من أدخل الأسلحة إلى الجامع العمري في سوريا، وهنالك جامع في درعا. اسمح لي أنت تتكلم عن البراميل المتفجرة، ولكن ألا تتكلم عن السيوف التي تذبح الناس على الهوية الطائفية؟ ما هو قولك عن هذه تنظيمات إرهابية ليس لها علاقة بالثورة السورية وليس لها علاقة بالمعارضة السورية؟ هي مسؤولة. ولعلمك وأنت تعلم أن نظام بشار الأسد هو الذي أطلق سراح المتطرفين، هذا غير صحيح. هؤلاء المتطرفين بينما يدربون في تركيا العلمانيين والسوريين في داخل السجون. لو تفضلتوا لي سيد المسيح ودكتور، أين هو أريد أن أسمع إليك أمامي من قتل غياث مطر. اسمح لي، الصورة واضحة بهذه الجزئية دكتور وائل. تفضل عمر قبل أن أنتقل إلى أمامي. طرحت يا أستاذ أن قبل الثورة كان هنالك سلاح للمتظاهرين وفي في في درعا، الآن قلتها بلسانك. ألا يدل ذلك على فشل النظام في احتواء هذه الأزمة؟ طيب، هذا فشل على ذكر على الحدود الأمريكية، الحدود الأمريكية مع المكسيك. عمر سوف أترك لك الحديث مع أستاذ عبد المسيح في فقرة مواجهة، واطرح ما شئت من الأسئلة. أريد أن أطرح عليك سؤالا أماني، وأيضا أسمع تعليقك في هذا الموضوع. ما الذي يقوم به سفراء سوريا في البلدان الأوروبية؟ على سبيل المثال الحادثة التي حصلت على الحدود النمساوية فيما يخص حوالي 70 لاجئا سوريا قضوا في داخل شاحنة. أين هي المتابعة؟ أسمع من أماني ثم أسمع منك أستاذ عبد المسيح. أين هي المتابعة؟ أين كانت متابعتهم لآلية التحقيق الجنائي بهذا الخصوص؟ فقط أستمع الأماني. فقط جملة واحدة. طيب تفضل. كل السفراء السوريين بكل دول العالم طردوا بمؤامرة مدروسة، وأعتقد كل الناس يعرفون أنه لا يوجد بعثات دبلوماسية اليوم لسوريا بكل الدول الأوروبية وبكل الدول الغربية، وهذا لافتعال هذه الأزمة مع سوريا ولتصعيد الأمور فيما يتعلق بأمور اللاجئين وبتسهيل أمور السوريين خارج سوريا. لذلك هذا الأمر أعتقد محسوم، لأنه يعني من يطرد السفراء لا يمكن أن يطالب السفارات السورية بأن تقيم وأن تحل مشاكل اللاجئين. ولكننا لم نسمع أي تعليق رسمي إزاء هذا الموضوع سيد عبد المسيح. أيضا أولا غير مسموح لسوريا التدخل مثلا بتركيا. هل تعتقدين أن أردوغان يسمح لسوريا بالتدخل بأمور اللاجئين؟ هل مسموح لسوريا؟ ألا يوجد سفير في ألمانيا سيد عبد المسيح؟ لا يوجد سفير بألمانيا. السفير السوري مطرود، البعثة الدبلوماسية طردت من ألمانيا. ألا يوجد في أي بلد أوروبي أي سفير؟ لا يوجد في أي دول أوروبي أي سفير، لا يوجد أي سفير إلا بعض الدول. طيب، التي لا يوجد فيها لاجئين. ما رأيه؟ لا يوجد متابعة
بأي آلية تحقيق جنائي تخص اللاجئين السوريين وما يتعرضون إليه من حملة موت وإلى آخره، لأنه لا يوجد سفراء في أوروبا. أستمع إليك دكتور وائل قبل أن تطرح الأسئلة. نحن أسمع إليك. هل تريدين ذكر الأستاذ يعني هذه نظرية المؤامرة، إذا كان هنالك أسئلة موجهة للدكتور فإن الهرب الوحيد لمثل هذه طيب ولكن عمر أريد أن أستمع تحديدا الإجابة على هذا السؤال من دكتور وائل. كل الأمم وكل الدول أستمع من دكتور وائل نظام الأسد. ماذا قدم نظام الأسد لسوريا؟ ماذا قدم لها؟ إذا كان فشل في العلاقات الدولية سنستمع إليك في فقرة مواجهة كل ما تود أن تطرحه من أسئلة على الأستاذ عبد المسيح بعد دقيقة. ماذا قدموا؟ سوى اللجوء ولكن والتهجير. دعني أستمع إلى إجابة بلا شك لن يكون وائل. هناك أي رد فعل أو تعليق من النظام السوري، لأننا نتحدث عن نظام عائلي طائفي مافيوي فاسد. سفارات النظام التي كانت منتشرة هي كانت أوكار للمخابرات السورية لتعد أنفاس السوريين المتواجدين في الخارج وكتابة التقارير وإرسالها إلى دمشق لكي يتم اعتقالهم وترهيب أهاليهم وعائلاتهم الذين ما زالوا في سوريا. هذا نظام يعتبر الشعب السوري عبارة عن قطيع، عبارة عن عبيد ليس لها من عمل إلا تمجيد عطاءات السيد الرئيس. ولكن ألا ترون بأن السوريون هم ضحية التآمر الغربي دكتور وائل؟ نعم. ألا ترون بأن السوريون هم ضحية التآمر الغربي؟ السوريون ضحايا يعني أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة هذه التي تلقى رواجا لدى كل الأنظمة الدكتاتورية التي تريد أن تلقي كل اللوم وتحمل كل اللوم للجرائم التي ترتكبها بحق شعوبها على مؤامرة صهيونية وغربية وصليبية وما إلى ذلك من هذا الكلام الفارغ. هذا موضوع يعني خطاب متهافت لا يستحق الرد نهائيا. موضوع المؤامرة أنتقل الآن إلى فقرة مواجهة كي أدعك يا عمر تطرح ما شئت من أسئلة على الأستاذ عبد المسيح الشامي، ولكن في 3 دقائق فقط. عمر تفضل إليك المنبر. أهلا بك أستاذ. قلنا في تحليلنا منذ قليل أكدنا على مسؤولية النظام في تقتيل وتهجير الملايين من السوريين، ولكن في جانب آخر داعش أيضا أزهقت أرواح الكثيرين. سؤالي لك أستاذ، هل النظام السوري يحارب داعش ويرغب في القضاء عليها؟ الإجابة تكون بنعم أو لا فقط. نعم طبعا. فما هو السبب الذي يمنع نظام الأسد صاحب الاستخبارات والقوة المدعومة محليا ودوليا من توجيه عمل عسكري جدي ضد داعش والتي وصلت إلى بلدان أخرى؟ من قال لك أنه لا يحارب داعش؟ إذا كان مشروع إذا كان يحاربها فلماذا وقف مكتوف الأيدي ولم يستهدف مدينة الرقة التي تعتبر أهم معسكرات داعش في سوريا، بل ضربها حينما حررها الجيش الحر؟ هذا كلام غير صحيح. هو يحارب داعش منذ اللحظة الأولى، هو وحلفائه الروس والإيرانيين وحزب الله، أعتقد يعني أبلوا بلاء حسنا جدا، وخصوصا في الأيام الماضية وعلى مدار الأزمة. وأعتقد أنه لا يوجد قوة في العالم تحارب داعش اليوم. نحن نعرف الطائرات الأمريكية عندما تمر فوق داعش ماذا تسقط لهم. أعتقد كل الكاميرات شاهدت كيف أن الأمريكان أسقطوا المساعدات الأسلحة والمساعدات الغذائية لداعش في منطقة الرقة وغيرها. وضحت الفكرة. سؤالي الثالث، تتهمون الغرب على التآمر على سوريا، ما هو موقفكم مما قام به أوباما منذ ساعتين أو 3 ساعات أمام الكونغرس اليوم؟ هدد باستخدام حق الفيتو ضد مقترح يعطي يعني بإجراء فحص إضافي على اللاجئين ينهي أزمة في يعني هذا حق الفيتو. في حين هل سمعنا خطابا واحدا لنظام الأسد تعاطفيا مع هؤلاء اللاجئين الذين يموتون في عرض البحار، في حين أنه لا يكترف هذا النظام الذي تدافعون عليه برعاية أوباما الذي هو في أمريكا؟ اسمح لي جاوب. أنت تسأل جاوب، خليني جاوب. أولا، النظام السوري الذي تدعي أنه هو سبب هذه الأزمة هو يحاول منذ 5 سنوات على الأقل
يعني تفكيك اللغم الذي يؤدي إلى هجرة السوريين خارج سوريا. وهل نجح؟ هذا هل أعتقد نجح في هذا العبء الأكبر. هل نجح في ذلك؟ محاربة الإرهاب. هل نجح في ذلك؟ طيب اسمح لي شوي. محاربة الإرهاب ومحاربة الأسباب والأسباب وتفكيك الأسباب التي تؤدي إلى ظاهرة اللجوء أعتقد هو المساعدة الأهم والمساعدة الأكبر التي يرتجيها أي إنسان سوري في الداخل وفي الخارج. هذه نقطة. إذن أنت تؤكد. النقطة الثانية. إذن أنت تؤكد. اللجوء السوري. تؤكد النزوح. أن نظام بشار الأسد خرق مبدأ السيادة. لا لا اسمح لي اسمح لي. بدعوته لروسيا. ما لا تعلمه ما لا تعلمه أنت وما لا يعلمه الكثير ربما نوهت إليه زميلتي هو أن أهم أو أكبر نسبة من اللاجئين يقيمون في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري. لو كان لديهم مشكلة مع النظام لما لا يهربون في الاتجاه المعاكس؟ لما لا يهربون إلى داعش؟ شكرا لك عمر. شكرا لك أستاذ عبد المسيح. أريد أن أسمع صوتك أمامي الآن في الموضوع. لو كان من مكانك سنأتي إلى فقرة مواجهة لاحقاً، مواجهتك ليست الآن، ولكن أريد أن أسمع صوتك الآن. إذا كان النظام السوري متعاطفاً مع قضية اللاجئين ومهتماً بها، لماذا إذن يصف هؤلاء اللاجئين أو النازحين بالعملاء؟ لا أدري من أين أتيت بهذه العبارة، ولكن إن كان النظام الأسد يصف اللاجئين أو النازحين وسائل الإعلام هي وسائل تعمل جاهدة لشيطنة نظام الأسد لا غير. ولكني أريد القول أن كنا نقول أن نظام الأسد يدعي أو يقول أن اللاجئين أو النازحين هم مجموعة من الإرهابيين، لماذا نجد أن نسبة النزوح إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الأسد نسبة عالية؟ هل تعلمين أن فقط في منطقة طرطوس وهي مدينة جدا صغيرة يوجد ما يزيد عن 300 ألف نازح سوري، وكذلك في دمشق وكذلك في اللاذقية؟ فكيف تقولين أن النظام يقولهم إرهابيون وهو الذي يحتويهم ويوفر لهم المعونات والمأكل والمشرب والمسكن؟ نعم تفضل عمر. تكلمت عن شيطنة الإعلام لنظام الأسد، ما الذي قدمه نظام الأسد لكي يشيطن؟ يعني هذا أمر واضح، كيف أنه لماذا بعدما ثبت يعني يقينيا أنه يتحالف عسكريا ولكن مع إذن الصهاينة؟ دعني أسألك عمر. نعم. الذين يغرون السوريين الآن باللجوء أليسوا هم الذين يحاولون إفراغ سوريا من طاقتها البشرية؟ كيف يريدون أن يفرغوا سوريا؟ من الذي اللاجئين هؤلاء كيف خرجوا من سوريا؟ خرجوا لاجئين بسبب الاضطهاد الذي أتى به هذا النظام الغاشم. هو من قتل هؤلاء، هو من شردهم، هو المسبب الأول لهذه المشكلة. يعني هم لجأوا إلى بلدان أخرى من أجل الحماية، من أجل الأمن، واستقبلهم معظم البلدان الغربية لأنها تؤمن بحقوق الإنسان. أريد أماني تفضلي. يبدو أنك لا تعلم، ولكن ما توضح الأوضاع الآن في سوريا أن أزمة اللاجئين السوريين هي أزمة مفتعلة. لماذا لا نجد أن اللاجئين السوريين في الأردن وفي لبنان يذهبون إلى أوروبا ويموتون في البحار، ولكن أزمة اللاجئين السوريين الذين يذهبون إلى أوروبا كلهم يأتون من تركيا؟ هي أزمة مفتعلة لتدويل أزمة اللاجئين السوريين وتفاقم الوضع فيها لا غير والأكثر لخدمة مصالح تركيا التي تود ضم بعض الدول بعض المدن السورية إليها. أنت مسؤول عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كيف ترد؟ هذا غير صحيح. يعني من يومين هبطت طائرة في غلاسكو تحمل مئات اللاجئين السوريين الذين جاءوا من مخيمات الأردن مثلا. أنا أتكلم عن طائرة واحدة، أتكلم عن ملايين وآلاف اللاجئين الذين ذهبوا إلى أوروبا. ذهبوا عن طريق تركيا، لم يذهبوا عن طريق الأردن. لا، هناك لاجئين يذهبون عن طريق روسيا. هناك لاجئين يذهبون عن طريق روسيا، يغامرون عن طريق روسيا ويعبرون عبر المناطق الشمالية إلى النرويج. تفضل. ربما هذه معلومة ربما لا يعرفها الكثيرون حول موضوع أزمة اللاجئين وخصوصا في شمال سوريا. أنا من الناس المعنيين بكثير من الملفات وبكثير من الفعاليات الأوروبية وليس فقط الألمانية التي تهتم بأمور اللاجئين، وأعرف تماما نسبة اللاجئين الذين يدخلون إلى أوروبا. 90% من اللاجئين الذين يأتون إلى أوروبا هم من المناطق التركية حصرا، أي يأتون من مخيمات اللجوء ولا يأتون من مناطق الحرب المشتعلة حاليا. يعني ينتقلون من مناطق آمنة من
مناطق آمنة إلى مناطق أخرى آمنة تحت شعار. اسمح لي، إضافة هنالك بعد ديموغرافي لظاهرة اللجوء. أعتقد أن النظام التركي على ذكر البعد الديموغرافي أستاذ عبد المسيح، يتهم الأسد بالتخطيط المسبق للتغيير التركيبة الديموغرافية في سوريا وإعادة توزيعها. سؤال على مهم. سبيل المثال دعني أكمل سؤالي فقط، على سبيل المثال كان هنالك تصريحا في بداية الأزمة للرئيس بشار الأسد لأحمد داود أغلو الذي كان آنذاك وزيرا للخارجية التركية، قال استلمنا سوريا 7 ملايين وسوف نعيدها 7 ملايين، ألا يعني ذلك أنه كان هنالك مشروعا مسبقا للتهجير؟ أنا يعني أؤكد لك أن هذا الكلام غير صحيح، وأنا أطالبك إذا كان هنالك من دليل على أن الرئيس الأسد قال ذلك، ولكن سأقول لك على سيرة تركيا. التوزيع الديموغرافي أعتقد أن الشمال السوري مشاريع تركيا، مشاريع تركيا بضم قسم من الشمال السوري إلى تركيا أعتقد أصبحت أكثر من مفضوحة. تركيا تهجر الشعب السوري من الشمال إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا بسبب طبعا لقطع فكرة العودة مرة أخرى لسوريا، ولكن بنفس الوقت تحاول وتعمل بشكل جاهد جدا على تجميع أقلية في سوريا تسمى التركمان وهم من أصول تركية في مناطق الحدود لفرض فيما بعد حل. إذا وضع الحل السوري أن هذه المناطق ذو أكثرية تركمانية تعود بولائها إلى تركيا، وبالتالي يجب ضمها في مشروع التقسيم الذي يخططون له إلى تركيا. هذا هو البعد الحقيقي لمشروع اللجوء ولمشروع التهجير القسري من سوريا وبالأخص من شمال سوريا. يجب أن لا يغيب عن أحد هذه الحقيقة، وهذه أعتقد هنالك آلاف الوثائق. تركيا هي التي تقصف السوريين بالبراميل المتفجرة هي تمول والصواريخ البالستية لدفعهم للهجرة من حلب وإدلب إلى تركيا. يعني هذا كلام لا يحتمله عقل. هذا من ناحية فضل. من ناحية أخرى، وماذا عن مشاريع التشيع التي بدأت منذ أيام الرئيس السابق حافظ أنا لم الأسد؟ أنا تسمع عنها كل سوريا تعلم عن جمعية الإمام المرتضى التي كان يرأسها جميل الأسد، تشبه إلى حد كبير ظاهرة الدعوة الإسلامية إيران. تشبه إلى حد كبير منظمات الدعوة الإسلامية التي تنتشر في كل أنحاء العالم. لماذا يعني هذا محلل وهذا محرم؟ وماذا عن ميليشيات الطائفية التي من حزب الله والزينبيون والفاطميون وعلوية أبو الفضل العباس؟ وماذا عن ميليشيا الشيعية التي تأتي من أفغانستان ومن إيران وأوزبكستان؟ يعني هذه لا تراها، هذه لا تراها التي المسلحة. أعتقد لا يخفى على أحد اليوم أنها من كل بقاع العالم، من أفغانستان ومن تركمانستان ومن الشيشان ومن السعودية ومن الكويت ومن جميع الدول العربية. بينما حزب الله والمرتزقة الشيعة الذين يأتون من العراق هم الذين يحكمون في المقابل أستاذ عبد المسيح دعني أسألك إذن ما الذي من الممكن؟ ليسوا منا ولسنا منهم، لنستمع إلى بعض حتى يكون لهذا الحوار فائدته. دكتور وائل، إذن ما الذي من الممكن أن تقدم الحكومة السورية الآن لحل أزمة اللاجئين؟ لا يمتلك النظام الأسدي أي حل لأزمة اللاجئين، لأنه باختصار هو سبب أزمة اللاجئين، هو السبب الرئيسي. إذن لا حل، أستاذ عبد المسيح، ما الذي من الممكن أن تقدم الحكومة السورية الآن لحل أزمة اللاجئين؟ سوريا، النظام السوري والرئيس الأسد قدم الكثير من المبادرات على مدار الأزمة. ما هو الخمس سنوات؟ المبادرات هو بجلوس السوريين على طاولة واحدة للحوار وبوضع حل سياسي لسوريا يرضي كل الأطراف، وأعتقد أن المعارضة هي الطرف الوحيد الذي يرفض الجلوس مع النظام على طاولة الحوار في موسكو وفي جنيف وفي فيينا.
أماني أماني أستمع إليك. هو الذي يعتبر المعارضة الأزمة السورية يرى أنه فض أطراف النزاع، فض أطراف النزاع والخروج والخروج والبعد تماما عن التدخلات الخارجية، إذ أن أمريكا والتحالف الأمريكي الآن والسعودية وغيرها من الدول تدعم الإرهاب في سوريا وتدعم المعارضة المسلحة في سوريا، فبهذه الطريقة لن تجد سوريا ولن يجد النظام الأسد أي طريقة لحل الأزمة. دكتور وائل، هل بالتالي إذن يمكن إيجاد حل دون أي تدخل خارجي؟ لا يمكن. لا أستمع الإجابة يا عمر، دقيقة. لا عندي سؤال للأستاذ. طب تفضل. تحدث عن المبادرات لنظام بشار الأسد، أطرح لك سؤال، لماذا إذن رفض بشار الأسد حل المنطقة الآمنة التي طرحت عليه؟ هذه احتلال يا سيدي. هل تقبل في بلدك بمنطقة تسيطر عليها دول أخرى؟ أنا أولاً لا أقبل. هذه فكرة احتلال. أنا يعني يجب اقتصار الفكرة أولاً. هذا هو احتلال. كيف احتلال؟ التدخل الخارجي. أساني صوت. يقبل بقواعد الله وروسيا. يا أولاً. حزب الله. يعني هؤلاء يعملون تحت أمرة الجيش السوري. لا الجيش السوري والمناطق التي يحررونها هي مناطق آمنة بالمطلق. الآن وكل أهلكم السوري والجيش السوري يعملون بأمرة الروس وكل من هذا الحوار. سليماني هو من يحكم في دمشق الآن. لنستمع إلى بعضنا يا دكتور وائل. قاسم سليماني هو من يحكم في دمشق. رجاء أن نعطي الفرصة لبعض كي نستمع. أستاذ وائل، أليس من حق سوريا بعد 5 سنوات من النزاع المستمر أن تستخدم حلفائها كروسيا لحل الأزمة في سوريا؟ ألم يستخدم التحالف المعارض التي تدعمها أنت الآن سيدي مدعومة من قبل دول خارجية؟ أليس من حق سوريا أن تستخدم هذا الحل كما استخدمته أنت؟ تفضل دكتور وائل. نعم، منذ الأيام الأولى نحن قلنا هذه أزمة سياسية وتحتاج حلا سياسيا، والحل السياسي يتطلب جلوس النظام والمعارضة على طاولة الحوار والاتفاق على مخرج لهذه الأزمة. ماذا فعل نظام الأسد؟ قال أن هذه أزمة أمنية، هؤلاء متطرفين وأرهابيين وسلفيين وما إلى ذلك، والحل هو حل أمني عسكري، وقام باستخدام القوة المفرطة ضد الشعب السوري. وفي إحدى خطاباته أعتقد أنه ندم فيما بعد على قول وماذا ذلك. وماذا فعلت المعارضة في الأراضي التي تحتلوا حتى الآن؟ ماذا فعلت خلال 5 أعوام؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ إذن هل وفرت عدالة اجتماعية؟ هل وفرت ديمقراطية؟ لأنه يحارب ماذا أترك لك أماني الآن خلال فقرة مواجهة بأن تطرحي أسئلتك على دكتور وائل في 3 دقائق. دكتور وائل أطلب يا عمر، أخذت وقتك، تطرحي أسئلتها ثم نعود إلى تعليقك. تفضلي أماني واطرحي أسئلتك على الدكتور وائل فيما لا يزيد عن 3 دقائق فقط. أماني دكتور وائل، سوف أسألك عديد من الأسئلة، أجب بنعم أم لا إلا إذا تغير السؤال. أنت توافق الأطروحة التي تقول أن إسقاط نظام الأسد سينهي أزمة اللاجئين السوريين، نعم أم لا؟ نعم، أنا أوافق أن شكراً. هل كان نظام صدام حسين في العراق ديكتاتورياً وقمعياً، نعم أم لا؟ نعم، جيد. ألم تزيد نسبة اللاجئين العراقيين بعد سقوط نظام صدام حسين؟ نعم. أليس؟ جيد، أنت تفهم معي. ألم تزيد حدة الصراع الطائفي والعرقي في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين؟ نعم، وكان لنظام الأسد دور كبير في إذكاء الصراع الطائفي في العراق. لا أريد أن أسألك سؤال، أجب بنعم أم لا فقط. فلنفترض جدلا أن نظام الأسد سقط الآن، فلنفترض جدلا، من هو البديل الذي بإمكانه قيادة سوريا؟ وأنت الآن تقول أن المعارضة ليس لها أي وحدة. لدينا الآن سيدي 100 فصيل من المعارضة المقتتلة مع بعضها البعض التي لا نعلم ولا تعلمون من تحارب ولمن. صحيح، أنا لا أقول أن المعارضة بوضعها الحالي هي بديل. إذا ما البديل؟ من البديل؟ أنا أقول لك. من البديل؟ الصراع الآن في سوريا خرج من أيدي السوريين، أصبح خرج من أيدي السوريين، ولكن إسقاط الأسد سوف يحل الأزمة.
خرج من أيدي السوري. أنت تناقض نفسك خرج من أيدي السوري. لا يستطيع المعارضة ولا يستطيع النظام أيضا. إذا إسقاط الأسد، إسقاط نظام الأسد لن يحل أزمة اللاجئين. لا هذا يتطلب هذا يتطلب تدخل الأمم المتحدة عبر مهمة حفظ السلام ومراقبة السلام. لقد حصلت وحصل الجمهور على الإجابة الكافية. أنت تناقض الكرسي الذي تجلس عليه. أنت تجلس وتقول إسقاط نظام الأسد سينهي أزمة اللاجئين السوريين، والآن تقول أن أزمة الأسد سوريا لن تنتهي بإسقاط الأسد أو بالمعارضة. أنا أقول حل سياسي، عملية سياسية تنتهي بزوال نظام الأسد. هل لديك معارضة لديها مشروع سياسي وإصلاحي واضح؟ نعم. هل لدي؟ نعم. من هي؟ نعم. من؟ الجيش يعني السوري الحر الذي اتهم الآن بشبهة مالية أم من؟ أم المعارضة المقتتلة؟ لا أم داعش؟ لا لا داعش؟ لا 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 المعارضة داعش. المعارضة السورية أنتجت المعارضة السورية اسمحي لي أجاوبك يعني جاوب. المعارضة جاوب. السورية أنتجت عدة أوراق ووثائق وهي منشورة. من هي المعارضة السورية؟ من أي فصيل؟ 100 فصيل؟ من أي فصيل؟ أي فصيل منها؟ هم 100، حدد لي فصيلين 3 14. وقد تكون 500، ما العيب في ذلك. ما العيب في ذلك؟ ما العيب في ذلك؟ سوف تصبح 500. أنا لا أقول أن المعارضة السورية هي جاهزة الآن لاستلام الحكم في سوريا، ليست جاهزة. أنا أقول هذا. المعارضة إذا لماذا تريدون إسقاط نظام الأسد؟ نظام يقولون أن تبيت 40 ليلة، يقولون أن تبيت 40 ليلة يحكمك حاكم ظالم خير من أن تبيت ليلة واحدة بلا حاكم. أنتم تريدون سوريا بلا حاكم. أنتم تدعمون تقسيم سوريا، أنتم تدعمون تقسيم سوريا، أنتم تدعمون المؤامرات الغربية للانتهاء من سوريا تماما. هذا ما تفعلونه عندما تقولوا لأنه لا يوجد معارضة تقسيم السلام في سوريا. أماني انتهى الوقت، أرجو الالتزام. شكرا 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 لك أماني، شكرا لك دكتور وائل. ممكن مداخلة؟ عندك أجندة حاضرة وقمت بقصي بهذه المواضيع. أستمع أستمع لعمر. طرحت سؤال يا أماني، أخذت وقتك لنستمع إلى عمر. الشجاعة الأدبية أن أقول أن المعارضة السورية ضعيفة وغير جاهزة لتكون بديلا، فهل لديكم الشجاعة لكي تقول أن نظام الأسد ديكتاتوري ومجرم وطائفي وفاسد وأدى إلى وصول سوريا إلى هذه؟ أنتم لا تشعرون، ليس لديكم الشجاعة الأدبية لتقولوا هذا. طيب. هذا هو الفرق بيننا وبينكم. هذا هو الفرق بيننا. هذا هو أنت نحن لدينا الشجاعة أنت تقول الأدبية. ذلك ولكن هذا ليس صحيح. ليس لديكم هذه الشجاعة. عمر لديه ما يقول. عندي شجاعة ما يكفي لأقول. أنت إذا كنت أؤمن بي. نظام أسد فاسد وديكتاتوري وطائفي. هل لديك هذه الجرأة؟ طرحت سؤالا قالت ما هو البديل؟ أقول أن البدائل كثيرة، منها ما 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 اتفقت عليه الدول العظمى في مؤتمر جنيف 2 التي كانت آلية واضحة للعملية التي تأتي بعد سقوط الأسد. كذلك من جانب تاريخي، نأخذ القضية إلى جانب تاريخي، البديل الثورة الفرنسية أخذت 100 عام بعد سقوط الأنظمة الدكتاتورية، أخذت 100. انظري ماذا آلت إليها فرنسا. هذا ما تريدون في سوريا. انظري ماذا آلت إليها فرنسا الآن. الديمقراطية واضحة وحقوق الإنسان واضحة. هذا ما عندما تجد بديلا اسقط نظام الأسد. اسمح لي أنويل، اسمحي لي. فرنسا عادت إلى حكم الأباطرة والملوك بعد الثورة الفرنسية، وما أوصل فرنسا إلى اليوم ليس ما تكلم، ليس الثورة الفرنسية، هذه مغالطة تاريخية يجب أن تعود إليها. لنتحدث الآن في صلب الموضوع، رجاءً في صلب الموضوع، وهو الآن أزمة اللاجئين. في ضوء كل هذه التحولات والمتغيرات الدولية، كيف يمكن أن نجد مخرجاً لأزمة اللاجئين؟ أزمة اللاجئين تحل بوجهين، بأمرين. الأمر الأول أولاً تفكيك الأسباب التي تؤدي إلى هذا اللجوء، وهذا يعني تفكيك وإنهاء المجموعات الإرهابية. ما هذه الأسباب؟ المجموعات أولاً، القضاء على المجموعات الإرهابية في سوريا. هذه هي الأسباب التي التهجير والهجرة في سوريا هي حصراً في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة الإرهابية. هذا غير صحيح. القضاء على الإرهاب هو الحل الأول. هذا صحيح. الإحصائيات الدولية المعتمدة تقول أن أكثر من 70% من اللاجئين السوريين يهربون بسبب القصف بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية من المناطق التي تسيطرون عليها. من المناطق طبعا لأنكم تقصفونها عليها. أنتم تقصفونها عليها. يعني تأتي أنت ترسل الطائرات وتقصف. دعني طبعا دكتور وائل في هذه الجزئية فإذا النظام ليس معنا
نريد أن نسمع. لو كانوا خايفين من النظام ما نحن نتجادل ولا نتقاتل رجاءً. هم يهربون من النظام. هم يهربون من النظام، من قصف النظام ومن عنف النظام ومن إرهاب النظام. على ذكر الهروب من القصف. بما أنك يا أماني على ذكر الهروب من القصف يا دكتور وائل. هل تعرفين عدد اللاجئين في تركيا؟ هل تعرفين عدد اللاجئين في تركيا؟ لا أستطيع أن أسير الحوار بهذه الطريقة رجاءً. هل تعرفين عدد اللاجئين في الأردن؟ لنستمع إلى بعضنا. يتجاوز مليون. هل تعرفين عدد اللاجئين في لبنان؟ يتجاوز مليون ونصف. من المسؤول؟ طب ولكن المعارضة المسلحة وهربوا من إدلب وهربوا من حوران أماني رجاءً وتم استبدالهم بسكان من العراق لا نريد ومن للحوار أن يتحول إلى قتال رجاءً لا كلام غير نحن صحيح. نتحاور نتجادل لا نريد أن نتقاتل رجاءً لنستمع إلى بعضنا دون الدخول بهذه الطريقة رجاءً يعني منكم جميعاً تفضل عمر. أؤكد معلومة الأستاذ فيما طرح نتائج استطلاع رأي تم الكشف عنها في ألمانيا والتي أظن الأستاذ يسكن هناك من قبل مركز برلين للبحوث الاجتماعية أجري بين سوريين لجأوا لألمانيا أن أغلبيتهم 95% منهم أكدوا أنهم فروا من بلادهم من براميل الأسد المتفجرة وليس من ممارسات تنظيم الدولة وعبر غالبيتهم أيضا أنهم على استعداد للعودة لبلادهم في حال رحيل الأسد. هذا كلام لا. هذا كلام أنا كما تفضلت أنا أعيش في ألمانيا طيب. وأنا على تواصل مع كل هذه المجموعات التي تقول أنها لنبدأ الآن بأنفسنا ولنرى ما الذي تم تقديمه. دعيني أرد عليها في هذه النقطة فقط بسرعة. أنا هذه الإحصائية غير صحيحة بالمطلق وهي مغايرة تماما للحقيقة. أنا أعرف أنا الذي يعيش بين اللاجئين وأنا الذي يتعامل مع قضية اللاجئين. هذا كلام غير صحيح. 95% من اللاجئين هم ضد الفكرة التي تتكلم بها وهم عمليا يريدون إنهاء المجموعات الإرهابية في سوريا للعودة إلى بلدهم وليس إنهاء النظام. طيب ولكن أستاذ عبد المسيح لنبدأ الآن بأنفسنا ولنرى ما الذي تم تقديمه من الدول العربية لهؤلاء والغربية أيضا للاجئين السوريين. على سبيل المثال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قال بأن أزمة اللاجئين هي أكبر من الجامعة العربية. تعليقك؟ أنا أعتقد أن المحيط العربي لسوريا هو جزء من المشكلة من مشكلة اللاجئين. أعتقد أنهم يستثمرون في مشكلة اللاجئين لتصفية حساباتهم مع النظام. وهذا أعتقد واضح جدا في طيب. الأردن وفي لبنان وفي مناطق كثيرة. هل هذا صحيح دكتور وائل؟ لا غير صحيح. لأن يعني بلا شك استجابة الدول العربية لم تكن كما ينبغي. الدول العربية بمعظمها تعاني من مشاكل طائفية وعنصرية وعشائرية ومناطقية وهي مسكونة بهاجس الديموغرافيا، ولذلك يعني جزء من تعاطيها مع مشكلة اللاجئين كان من هذه الزوايا. لكن ينبغي أن توضع الأمور في نصابها. دول مثل الأردن ولبنان مثلا لديها تحديات سكانية، لديها تحديات في التنمية، لديها تحديات في اقتصادية اجتماعية. يعني جاء إليها هذا العدد الكبير من اللاجئين الذي يقترب في لبنان من نصف عدد سكان لبنان الحاليين. فسبب ضغطا كبيرا على الخدمات وعلى البنى الاجتماعية الهشة الموجودة يعني قبل أزمة اللجوء. هذا أثر على التعاطي. أنا أعتقد أن الوطن العربي، أن دول الخليج مثلا على سبيل المثال تقوم بتهجير السوريين من بلدانهم. كل الدول العربية فرضت طيب. فيزا غير ممكنة الحصول عليها على السوريين. أعتقد أن العرب اليوم يشاركون القسم الأكبر منهم يمول طيب. الإرهابيين في سوريا، القسم الآخر يرسل الإرهابيين إلى سوريا. دقيقة دكتور وائل، ولكن في المقابل دقيقة ماذا لا يذهب اللاجئون إذا كان اللاجئين يهربون من مناطق المعارضة؟ لماذا لا يلجؤون إلى روسيا ولماذا لا؟ طيب على ذكر روسيا، على ذكر روسيا يا دكتور وائل، على ذكر لك ذلك، على ذكر روسيا أستاذ عبد المسيح، دعونا نسمع يا جماعة في روسيا. على ذكر لديك معلومات رجاء، على ذكر روسيا أستاذ عبد المسيح، يا أستاذ عبد المسيح يا دكتور وائل دعني أطرح عليه سؤالا لو تفضلت لي. طيب على ذكر روسيا أستاذ عبد المسيح، في أوج الأزمة قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
إن على الدول التي ساهمت في تأزيم الوضع في سوريا وانتشار الإرهاب أن تتحمل نتائج أفعالها التي تظهر الآن في موجات المهاجرين. كيف تصف إذن التعاطي الروسي مع أزمة اللاجئين؟ التعاطي الروسي أعتقد مع اللاجئين مثالي جداً من حيث كثير من الجوانب. الحكومة الروسية، اسمحي لي، الحكومة الروسية يعني التصريح واضح جداً يا أستاذ عبد المسيح. مثالي بأي طريقة؟ خليني أجيب، خليني أجاوب. تفضل. روسيا اليوم تشارك بشكل فعلي جداً، وأعتقد هي البلد الأجنبي الوحيد الذي يشارك في الأسباب التي تؤدي إلى ظاهرة اللجوء، وهذا أمر مهم جداً. بينما أمريكا، أعطيني ما هي النسبة للاجئين السوريين في روسيا. سأعطيك مقارنة بسيطة قبل المقارنة. قبل المقارنة أريد أن أستمع إلى نسبة اللاجئين السوريين في روسيا. يعني أنا ليس لدي إحصائيات كبيرة يعني بموضوع اللاجئين، أنا أقيم في ولا ألمانيا تقريبية؟ في ألمانيا، ولكن المقارنة بين الدور الروسي والدور الأمريكي مثلا على سبيل المثال والدور العربي، أن العرب يريدون تمويل وتسليح المعارضة المسلحة ضد فريق وفصيل آخر من السوريين، في حين أن الروس يدعون منذ أول الأزمة وحتى الآن إلى حوار سوري سوري ولم يستجب أحد. المعارضة هي الوحيدة، الطرف الوحيد الذي لا يستجيب إلى أي دعوة للحوار. واضح. لذلك استخدمت موسكو حق الفيتو في كم من مرة في الأمم المتحدة من أجل تعطيل أو تضاءل فرص الحل التي طرحوها. طيب. كل الفرص طرحوها إلا أن موسكو جازر. كانت العصب. طيب. الذي لا واضح يا عمر. من أجل توقيف الاحتلال تجاه سوريا. دعني أوجه سؤال إليك دكتور وائل. يا عمر أريد أن أوجه سؤال لو تفضلت لي، ولكن فرصة الآن رجوع السوريين في ظل سقوط نظام بشار الأسد، هل سيعودون يوماً بالفعل إذا سقط هذا النظام؟ هذا السؤال يوجه إلى اللاجئين، لا أستطيع أن أتكلم يعني باسم اللاجئين. طب رأيك الشخصي أنت في ذلك؟ أنا رأيي الشخصي أنت تعمل معهم وأنت على تماس معهم وتستطيع يعني أن تعطينا استقرار. أنا رأيي الشخصي أن عدد لا أستطيع تقديره، ولكن عدد لا بأس به سيعود إلى سوريا. سيعود إلى بلد ليس بها حاكم؟ لا سيكون هناك حاكم. نحن لا نتكلم، أنا عندما أقول سقوط النظام لا أتكلم عن بديل فوضى عارمة. أنا لم تسمحي لي بتكملة ما كنت أريد أن أقوله. تفضل نستمع. أنا قلت أن الأزمة السورية خرجت الآن من أيدي السوريين، نظام ومعارضة، أصبحت بأيدي اللاعبين الدوليين واللاعبين الإقليميين، وهذا يتطلب تدخل فعلي للأمم المتحدة عبر قوات حفظ سلام وتثبيت وضع وننتقل فيما بعد. خليني كمل لو سمحتي. أنها دعت روسيا للمشاركة. ننتقل بعد ذلك. يا أماني. دعيني يكمل ونستمع إليك. ننتقل في بعد ذلك. بعد إقرار وقف إطلاق النار. ننتقل بعد ذلك إلى عملية انتخابات بإشراف ورعاية ومراقبة الأمم المتحدة، تفضي إلى برلمان ديمقراطي منتخب يمثل الشعب السوري بكافة شرائحه وطوائفه، ويتم انتخاب حكومة وطنية تقوم بإدارة البلاد لفترة انتقالية، و نأخذ الأمور من تلك النقطة. فرصة أكثر مني والله أحاول أن أوزع يعني بينكم. لابد الآن من دور للأمم المتحدة. لابد الآن من دور فعلي للأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع. لا تستطيع المعارضة حكم سوريا لوحدها، ولا يستطيع النظام حكم سوريا لوحده. أنهيت فكرتك دكتور وائل. لابد من حتى لا أتهم بأنني لا أوزع الوقت بشكل عادل. تفضل دكتور أستاذ عبد المسيح وأستمع إلى أماني أيضا. أوكي، الأستاذ وائل يقول أنه لا يجد يعني من بصيص أمل من بعودة المعارضة السورية إلى سوريا، ولا يعتقد أن اليوم السوريين هم وخصوصا اللاجئين طرف في حل المشكلة، ولا هم فعالين فيما يجري اليوم في سوريا. كيف يطالب بهذه الحالة بإسقاط ما تبقى من سوريا؟ يعني من يرى بأن الجزء المهجر من سوريا الواضح. خليني أكمل، معلش اسمحي لي شوي. من يرى أن الجزء المهجر خارج سوريا. أنا ما قاطعتك، اسمح لي، اسمح لي شوي. اسمح لي أنا ما قاطعتك أستاذ وائل. بدك نقاطع بعضنا بنقعد نقاطع بعضنا بنخلي حدا يعرف. أكمل كويس. أنا اسمح لي يا أخي العزيز، لا حول ولا قوة إلا بالله. لنستمع رجاءً. من يرى بأن الجزء المهجر والعاجز
والضعيف والذي يلهث وراء أمنه الشخصي وأمنه طيب الغذائي، كيف يريد من إسقاط طيب ما تبقى من سوريا بحال حتى تصبح سوريا طيب ساحة مستباحة لكل من أبوه؟ بحال بقي هذا النظام أماني، ألن يتخوف كل من عارض هذا النظام بالعودة مرة أخرى إلى سوريا في ظل هذا النظام، لأن مصيره لربما سيكون إما القتل أو السجن وفي أحسن الأحوال الملاحقة؟ ربما إن عاد النظام السوري بصورة شرعية يعني شو بصورة سياسية سلمية سيكون هناك لا أقصد أنه إذا عاد النظام بصورة سلمية سياسية لن يكون هناك خلل في طرح حلول لعودة اللاجئين أو مش عودة اللاجئين، عودة المعارضين الذين سوف يخرجون من سوريا في حال طيب واضح واضح أماني. أعطي الآن الفرصة للجمهور الكريم بطرح ولو سؤال واحد على أحد الفريقين. تفضل هنا. نعم وائل، تقصد وائل؟ طيب تفضل تفضل بطرح سؤالك هنا لنسمعك بشكل واضح. السلام عليكم. مرحبا دكتور وائل، إن كنتم حقا تريدون التغيير والإصلاح فهذا مستبعد طبعا، لماذا لم تقبل المعارضة السورية منذ الشهر الأول من ما يسمى الثورة الإصلاحات السياسية والدستورية التي طرحها بشار بعد اندلاع الاحتجاجات بعد 3 أسابيع تقريبا من اندلاع الاحتجاجات قبل أن يتورط النظام والمعارضة في دماء السوريين؟ السؤال يا عزيزي، السؤال بشكل مباشر. كان سؤال هو. تفضل. سؤال واضح. أريد السؤال بشكل واضح. لماذا لم وليس تعليقا. تفضل. ليس بتعليق. هو سؤال. لماذا لم تقبل المعارضة السورية وحفنة المتغربين مجموعة الإصلاحات السياسية والدستورية التي قدمها بشار الأسد منذ اندلاع الثورة مباشرة؟ وشكرا. يعني تفضل إذن دكتور وائل. ما هي الإصلاحات الدستورية التي عرضها بشار الأسد في الأيام الأولى؟ هو لم يعرض أي إصلاحات. لا 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 لم يعرض منذ هو يقول اسمح لي منذ الايام الاولى بشار الاسد لم يعرض اي شيء لم يبدا. يا استاذ عبد المسيح السؤال كان موجها هنا، اريد ان اسمع الاجابه. نعم تفضل. بشار الاسد لم يعرض اي اصلاحات سياسيه منذ الايام الاولى، هو قال هذا صراع مسلح، هؤلاء ارهابيين، هؤلاء متطرفين، وبالتالي يجب التعامل معهم امنيا. لم يعرض اي اصلاحات، لم يقل يوم هذا الكلام، لم يقل حتى هذه اللحظة المعارضة السورية أن كل المعارضة هم المعارضة يعني السورية إرهابين. منذ اليوم الأول قالت نريد إلغاء قانون الطوارئ، نريد إلغاء المادة الثامنة من الدستور، ألغاها بعد ثلاثة شهور بعد طيب. يعني لا يزيد عن 3 شهور من الأحداث، 3 شهور ألغاها بعد قتل بعد لا ليس صحيح قتل الآلاف. أنتم تقولون أن 6 أشهر الأولى لم يقم فيها أي شيء، أنتم تقولون ذلك بعد شهرين أو 3 شهور ألغى حالة ثم الطوارئ ثم وألغى كلامك غير صحيح. كلامك غير صحيح. هذا مش عبد المسيح. يا أستاذ عبد المسيح كلامك غير صحيح. كان موجهاً هنا. تفضل عمر. الأستاذ تحدث عن الإصلاح والأخ تحدث عن الإصلاح، وأنا أطرح تساؤلاً، تساؤل يعني منطقي، لماذا لم يصلح الأسد عندما ورث الحكم من أبيه أولاً عندما كان يقدم بأنه سيغير في الدستور في عام 2000؟ لماذا لم يصلح في ذلك الوقت وانتهينا من هذه الأزمة ولم تكن هنالك أزمة؟ طيب. أولاً اختصار الجواب يا أستاذ سؤال وجيه، سؤال وجيه، سؤال في مكانه. أنا أعتقد أن من يراقب وضع سوريا بعد أن تسلم الرئيس بشار الأسد سدة الحكم يعرف أن النمو الاقتصادي كما قالت زميلتي وصل إلى حد أعتقد أفضل بكثير من الدول العربية المجاورة، وكما قلت لك أن هنالك كثير من المعاهد طيب. وكثير من مراكز الأبحاث العالمية التي واضح. كانت ترصد الوضع الاجتماعي. أنا لم أجيبه ثواني. ترصد المجتمع السوري وتقول أن مستوى الرفاهية ومستوى الحالة الإنسانية والحالة العلمية والحالة الثقافية في سوريا أرقى طيب. بكثير من كل المحيط على الأقل. قبل أن هل يتضمن ذلك فروع المخابرات وأماكن الاعتقال؟ أعطيني بلد ما فيها فرع مخابرات. هل أمريكا لا يوجد فيها مخابرات؟
هل انجلترا يعني يوجد فيها مخابرات؟ ولكن هل تعلم كيف تعامل كايرون مع المحتجين في حرب في لندن؟ كيف تعامل؟ وللاسف وليس فيها مخابرات على ما يبدو لن تنتهي ازمه اللاجئين. يا رجل شوف شو عم بصير اليوم بلندن، كيف عمل كاميرون بالمتظاهرين؟ يا دكتور وائل، سلام المسيح، انتهى نقاشنا هنا. هذا ما تقوم به سلطة المعارضة. دعوني الآن أستمع إلى عمر في محاولة أخيرة لإقناع الجمهور قبل أن نصوت مرة أخرى بوجهة نظره فيما لا يزيد عن 99 ثانية. عمر، ابتداء يجب أن نعلم أن أزمة اللجوء هي البحث عن أماكن الاستقرار بعيدا عن الوطن. سبب أزمة اللجوء السورية يتلخص في توقف الدورة الاقتصادية بسبب غياب الأمن والاستقرار، والفكرة المركزية هي أن عودة الأمن والاستقرار يجعل اللاجئين أكثر ثقة بغدهم ومستقبل أبنائهم، وعودة الأمن والاستقرار متعلق أساساً برحيل الأسد، وذلك من خلال إثبات أن هذا النظام يعطل الأمن والاستقرار ووجوده يضائل فرص الحل. تعطيله للأمن والاستقرار، الأسد ضرب شعبه بالبراميل المتفجرة واستخدم الأسلحة المحرمة دولياً وعطل قدرة المؤسسة العسكرية على توفير الأمن للمواطنين. وجوده يضائل فرص الحل، بعد قرابة 5 سنوات من المؤامرة على الشعب السوري هناك معادلات خطيرة طفحت على السطح، منها تحكم النزعة الطائفية لنظام الأسد والتحالف المخزي مع إيران وسقوط دعوة الممانعة مع الكيان الصهيوني بعدما ثبت التعاون السري بين سوريا والصهاينة برعاية روسيا والتحالف العسكري مع روسيا للقضاء على المعارضة المعتدلة ومسرحية داعش التي تتمدد بكل أريحية في ظل هذا النظام. وعليه وبناء على ذلك فإن الأسد يمثل سبب المشكلة ولا يمكن أن يكون جزءا من الحل. حل أتى به الشاعر فقال: ارحل وخذ كل اللصوص وخذ رعاعك يا هبل، بل خذ جميع المخبرين وكل جمهور الكسل، خذ من تجبر أو تكبر أو شرد أو قتل، إنا خلعنا خوفنا فارحل كمخلوع رحل. شكرا لك عمر جلال. جاء الآن دور أمامي أيضاً لإقناع الجمهور في محاولة أخيرة منها بوجهة نظرها في 99 ثانية فقط. أماني، أعزائي، أزمة اللاجئين السوريين لن تنتهي بإسقاط نظام الأسد. إن الأزمة تحولت وتبدلت ما بين موالين ومعارضين لهذا النظام، وأصبحت حرب داخلية طائفية إقليمية ودولية، كل يبحث فيها عن مصلحته الشخصية، وهذا على حساب الإنسان السوري الذي شرد وقتل غير آبهين به تماما. أزمة سوريا أعزائي ليست أزمة دولة واحدة، بل هي مؤامرة كونية ضد الإسلام والمسلمين وخلق الفتنة الطائفية بين الأقليات. هي مؤامرة لتقسيم الوحدة الوطن العربي وتفتيت الدول العربية إلى مجموعات من الدويلات العرقية والطائفية المذهبية والدينية، مؤامرة وضعها الغرب وساق إليها الدول العربية التي تناست ما بينها من روابط دين وروابط دم. أفيقوا أيها العرب، أفيقوا، فما يحدث الآن وما حدث في سوريا وفي العديد من الدول العربية، ليبيا، العراق، اليمن وغيرها، ما هو إلا مؤامرة لتدمير الإسلام وتدمير الدين وإبادة أهله. وقال سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وشكرا. شكرا لك أماني. وصلنا الآن إلى نهاية النقاش ونمر إلى التصويت مرة أخرى على أطروحة هذا العدد. والأطروحة تقول: إسقاط نظام الأسد سينهي أزمة اللاجئين. الإجابة بنعم، الرجاء الضغط على الزر رقم 1، وللإجابة بلا، الرجاء الضغط على الزر رقم 2. تفضلوا بالتصويت. إذن بانتظار النتائج أذكركم أنه أيضا بإمكانكم المشاركة في مسابقة DDX2 لحضور عرضنا النهائي لهذه السنة، والذي سيجمع كل الفائزين خلال العام 2015. يمكنكم المشاركة من خلال تحميل فيديوهاتكم على صفحتنا الإلكترونية. المشاركة مفتوحة لكل أنواع التعبير: شعر، غناء، تصوير، كوميديا، رقص. الفائزون سوف ينضمون إلى جميع المشاركين في مناظراتنا لهذا العام وللعديد من الشخصيات العربية. DDX
2 لهذا العام يحمل عنوان وهذا قولي لمن في الحكم. هاشتاج دي دي اكس 2 ات مناظرة. إذا بانتظار النتيجة، النتيجة تظهر الآن وتقول 59% يرى بأن إسقاط نظام الأسد سينهي أزمة اللاجئين، بينما 41% يرى بأن إسقاط نظام الأسد لن ينهي أزمة اللاجئين. إذا هنيئا للفريق الفائز وهو الفريق المعارض للأطروحة. إذا شكرا للجميع، شكرا لضيوفي الكرام الدكتور وائل العجي المتحدث باسم الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وشكرا أيضا للكاتب والباحث عبد المسيح الشامي، والشكر أيضا لعمر عزيز ولأماني حسن، وهنيئا لهما انضمامهما إلى دي دي إكس 2 التي سوف تكون في مدينة اسطنبول التركية. وطبعاً الشكر لكم الجمهور الكريم ومشاهدينا الكرام على طيب وحسن المتابعة. ونذكر دوماً رغم كل هذا النقاش المحتد اليوم بأن الاختلاف لا يفسد ولن يفسد الود أي قضية. دمتم بأمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.